مساء الخير ومرحبا بكم. هذا موعد حصتنا الأسبوعية 90 دقيقة كل سهرة ثلاثاء من 9 متاع الليل للعشرة ونص على قناة تونسنا. مكاتب صبر الآراء واستطلاعات الرأي نشطت في تونس بعد الثورة وأصبحت تقدم نتائج وأرقام تهم الشأن العام كما السياسة ونجوم السياسة والإعلام ونسب المشاهدة، ولكن غالبا ما يتم التشكيك في صحة هذه المؤشرات والأرقام المقدمة من طرف رجال السياسة وحتى المواطنين التوانسة بتعلة فقدان أساليب صبر الآراء لأي مقاييس علمية، كما هو الحال لمكاتب استطلاعات الرأي في البلدان المتقدمة. وبالتالي يصبح السؤال، هل لصبر الآراء مصداقية لدى المواطن التونسي؟ تحية مجددة لكل من يشاهد فينا. هذا موضوعنا لليلة نقشوه مع مجموعة من الضيوف. سعيد بالترحيب بكل من سي نبيل بالعام رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمكاتب الدراسات ورئيس مؤسسة إمرود لاستطلاعات الرأي، مساء الخير ومرحبا بك. شكرا شكرا على الاستضافة. إلى جانب يكون حاضر معنا سي هشام القرفاني مدير عام مكتب 3C إتود، مساء الخير ومرحبا بك. مرحبا بكم. سوفيا نجدد لك التحية، مساء الخير ومرحبا بك. على الجهة اليسرى يحضر معنا سي أيمن أزواغي نائب المجلس الوطني التأسيسي عن حزب تيار المحبة إكس عريضة شعبية. شكرا عايش بارك الله فيك. جمال مرحبا بك وتحية ليك. إذا الليلة إن شاء الله كما قلت باش نحكيو في هذا الموضوع وبالتحديد في ثلاثة محاور. المحور الأول باش نحكيو لماذا هذا التضارب والاختلاف في نتائج صبر الآراء بين كل هذه المكاتب. المحور الثاني باش نشوفوا هل لصبر الآراء مصداقية لدى المواطن التونسي، وأخيرا باش نحاولوا نلوجوا مع بعضنا على الحلول الكفيلة وأنه تكون هناك نجاح أفضل بالنسبة لعمل قطاع صبر الآراء، ونحكيه بالتحديد على هذه المكاتب. الانطلاقة باش تكون مع تقرير كمثال على هذا التضارب في المؤشرات والأرقام المقدمة من طرف مكاتب صبر الآراء مختلفة، ودائما هذه الأرقام مقدمة في المجال السياسي. نتابعوا هذا التقرير وبعدها نتوكلوا على ربي ونبدأ حديثنا في موضوعنا الليلة. في الوقت اللي ما زال فيه الجدل الواسع حول مشروع القانون الانتخابي، أصدرت اليوم جريدة المغرب نتائج صبر آراء مؤسسة سيغما حول شعبية الأحزاب ونوايا التصويت للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، واللي جاء فيها الآتية: تصدر حزب نداء تونس للانتخابات التشريعية بنسبة 46.8% رغم تراجعه بأكثر من 5 نقاط مقارنة بشهر فيفري. بعد حزب نداء تونس تجي حركة النهضة بنسبة 35% اللي تقدمت بأكثر من نقطتين مقارنة بصبر آراء شهر فيفري. الجبهة الشعبية سجلت تقدم بأكثر من نقطتين مقارنة بصبر آراء شهر فيفري بنسبة 5.1% لتحتل بهذه المرتبة الثالثة. وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، واصل باجي قايد السبسي تصدر نتائج صبر آراء مؤسسة سيغما بنسبة 31.6% رغم أنه خسر أكثر من 3 نقاط من جون في حتى شهر أفريل، في حين سجل رئيس الحكومة المهدي جمعة ارتفاع في شعبيته بنسبة 6.3% لتصدر المرتبة الثانية بعد الباجي بنسبة 21.1%. أما المرتبة الثالثة فكانت المرة هذه من نصيب حمادي الجبالي اللي تقدم على المرزوقي وجاب 10.9% من نوايا التصويت. نتائج صبر الآراء هذه تبقى ديما محل شك، خاصة وقت اللي نقراوه في نفس اليوم ما جاء في جريدة الضمير من نتائج مخالفة للي قريناه في جريدة المغرب لشركة 3C للدراسات، حيث جاء فيها أنه 46% من التوانسة يساندوا المهدي جمعة، وحركة النهضة تتصدر نوايا التصويت في التشريعية القادمة ب 31.6%. وللإشارة فإنه صاحب مؤسسة 3C للدراسات هشام القرفالي أكد أنه مؤسسته ما قامت بحتى عملية صبر آراء فيما يتعلق بالموضوع هذا، ما يرجعنا مرة أخرى لدائرة التساؤل حول مدى صحة ما يتم نشره في الجرائد خاصة فيما يتعلق بنوايا التصويت. البداية تكون معك سي هشام، نحكيه على مرة أخرى هناك تضارب، خليني نقوم ما بين ضفرين عميق في صبر الآراء، الشيء اللي ممكن بعد نشوفوه ولد أو خلق قناعة عند التونسي وأنه ما ثماش مصداقية في صبر الآراء في تونس. لكن هات نبدأ، شنو هو المنشأ متاع التضارب هذا خاصة كي يكون كبير؟ التضارب موجود، معناتها من يشك في التضارب هذا مش قاعد يشوف
في الأمور بواقعية ولا قاعد يغطي شوية في عين الشمس بالقربال. فما تضارب كبير جدا في الترتيب، في النسب، في الفارق ما بينات النسب. يعني نجم نلقاو حزب عنده وزن معين وحزب آخر بالمقارنة مثلا عنده مرة ونص قده، ولا واحد آخر تحته بعشرة في المية. نلقاو تضارب كبير في سبل الآراء في الشأن السياسي، ومش حتى في الشأن السياسي برك، في نسب المشاهدة والاستماع وغيرها من المجالات اللي تخضع لتقنية سبل الآراء. والتضارب هذايا أكثر حاجة تجم تفسره، ممكن فما حاجات أخرين ما نجمش ندخل فيهم برشا، لأنه ما عنديش ما يثبت أنه ممكن تجم تصير حاجات أخرين في كل في العالم كل تجم تصير برشا حاجات في أي مجال. إنما إذا نغزروا للسبر الآراء في حد ذاته، ناخذوه موضوعيا، نلقاو أنه الطرق المتوخات مختلفة، ومختلفة بطريقة كبيرة ياسر في تونس، وهي أكثر حاجة تجم تفسر التضارب. وبش نحكي بكلام واضح باش العباد ما تجمش تفهم حاجة أخرى، مثلا طريقة تكوين العينة مختلفة تماما حسب مختلف معاهد سبل الآراء. ونحب نصلح يعني المعلومة اللي تقولوا فيها، ومتداولة برشا عند الإعلام، برشا عباد يحكيوا على مكاتب سبل الآراء. أنا شخصيا ما نخدمش في مكتب سبل الآراء، أنا نخدم في معهد سبر أراء، ومن يشتغل في مكتب سبر أراء لا يهمني، بما أنه هذوما مكاتب سبر أراء تخدم في المجالات التقنية متاع البني ومتاع القنوات وكل شيء. فمجال سبر أراء ما يتسماش مكاتب سبر أراء، يتسمى معهد سبر أراء، وهو مختلف تماما عن مجال مكاتب سبر أراء. حتى في التسمية عندنا مشاكل كبيرة في تونس، وإذا أي إنسان عنده مكتب سبر أراء يصير الاستشارة متاعه وهو يخدم في البني ولا يخدم في الطرقات ولا حاجة هكا، ويجم هو بيدو زده يدخل ويعطي أرقام، وتزيد هي بيدها في التضارب، وتزيد تشكيك، وتزيد تعكر المشهد. ولذا فما خلط كبير. أما إذا حتى العباد اللي يخدموا في مجال سبر الآراء بالتخصيص الطرق متاعهم، بما أنه فما الخلط في المفاهيم من الأول، الطرق اللي يخدموا بهم ما هيش هي نفسها، وهي أكثر حاجة تجم تفسر التضارب الكبير. واضح كلامك سي هشام، بمعنى اخر اذا لخص تقول انت طرق العمل نتاع المكاتب هذه ولا المعاهد هذه، المشكل هو في الاليات به. طيب نحاولوا نبلوك اكثر معاهد هاني قلت لك المكاتب او المعاهد. لكن نحب نرجع على معلومه جات في التقرير نتاعنا وتم تداولها اليوم في وسائل اعلام مختلفه، على انه فما صبر أراء جاء في جريدة المغرب، وصبر أراء مخالف جاء في جريدة الضمير، نسب إلى 3C إتود، وأنت كذبت وأنه قمت بصبر أراء ذي في بعض الثواني. واضحنا شنو الحكاية هذه؟ احنا أعلننا بطريقة واضحة منذ شهر ديسمبر أنه علقنا العمل بالمقياس السياسي الشهري متاعنا في انتظار تحسين المناخ وتقنين ومراقبة العمليات هذه بكل ما يشوبها من اللي قاعدين نحكيوا عليه، هذه التضارب والحاجات هذه كل. فكرمنا لحيتنا بينا وقلنا يا سيدي ما عادش باش نخدموه هذا السبر الآراء، خلي على الأقل يطرح الموضوع وياخذوه السياسيين والإعلاميين والعموم بجدية، وبعد إذا لزم نعاود ونرجع. فهذا شيء ظهر، حاجات معناتها العباد خلقت أرقام، ونزيد نصح معناتها علمنا أنه زوز جريدات، جريد ضمير وجريد صريح، هما زوز خرجوا الخبر هذا، وأنه هو بيدو يتأتى متأتي من تداول صار في العربية دوت نت، تسلسل كبير برشا خيالي، يعني فما الخيال خلاق عند التونسي على الأقل، ويجعل منه إذا احنا قررنا أنه باش نوقفوا عملية سبل الآراء، قلنا باش لازم تقعد تعملوا سبل الآراء، تو نخرجوه في بلاصتكم ونكتبوا ونخرجوكم الارقام واللي تحبوا. يعني هذا من العجائب يعني اللي صاير، وممكن من الاعجب من ذلك هو ولو انه باش تلقاو حاسيلو، معناتها كيفاش الاعلاميين برشا داولوه الاعلام الكل اليوم في تونس، وصارت عليه تعليقات كبيره وتداولات ونقاشات. شفت وراني هزيت التليفون وطلبتك على اساس وانك اعلنت كونك علقت كل عمليات سبر الآراء تهم الشهر السياسي. منذ شهر ديسمبر معلومه للاعلاميين، وكان رد واضح الموقف هذا نتاعو سي هشام. باهي سينابيل، دونك بخلاف ممكن كيفاش تتكون العينة ولا الأساليب علمية ولا مش علمية، وهذا يخلق تضارب،
في المؤشرات والأرقام اللي تقدمها صبر الأرامرة. نشوفوا مثلا إذا نحكيوا على السياسة أو حركة النهضة الأولى أو نداء تونس بعد، والعكس بالعكس صحيح، الشخصيات كيف كيف السياسية اللي ممكن أكثر نوايا التصويت ماشيت لها في الانتخابات الرئاسية. فما موضوع آخر خلينا نفرك الرومانة بلغة سي هشام قبلك، قال يقول لك وأنه مكاتب صبر الأراء أو مرة أخرى معاهد صبر الأراء، التضارب هذا موجود لأنه فما حسابات متاع فلوس، حسابات متاع مصالح إعلامية ممكن سياسية هي اللي تحرك فيها، ولكن مش قاعدة تخدم على روحها بحياد وبطرق علمية متطورة. طيب خليني في الأول ساعة نحط المهنة متاعها في إطارها، لأن مع الأسف خاصة بعد الثورة وبعد يعني الفترة هذه متاع 3 سنين الأخرانيين برشا كلام يتقال في مخص المهنة هذه. بطبيعة الحال ظهرت كما قلت سيادتك اللي ظهرت تو، ولكن هي مظهر مش معناتها ما كانتش موجودة. مكاتب استطلاعة الرأي والدراسات التسويقية، يعني نحب التسمية هذه، موجودة عندها أكثر من 25 سنة في تونس. ظهرت بعد الثورة لأن وقع يعني صار من الممكن القيام باستطلاعات الرأي في الشأن السياسي. ظهرت قبل كذلك في كل ما هو ميدان قياس النسب المشاهدة، ولكن هذه ما تمثلش تقريبا 20% من جملة الدراسات التسويقية والدراسات الكمية واستطلاعات الرأي نقوموها بصفة عامة. يعني في كل مجالات، في مجالات التوزيع، في مجالات الميديا، في مجالات الاستهلاكية، في البنوك، في الاتصالات، في كل شيء. والمكاتب هذه كما قلت عندها تقريبا 25 سنة تخدم بالكفاءات وبالآليات اللي هي موجودة في أوروبا. أنا وقت اللي كملت الدراسة متاعي في آخر الثمانينات وبديت نخدم في معهد استطلاعات الرأي في فرنسا، وكيف جيت لتونس ولقيت مكتب اللي يستعمل بنفس الآليات، هو الانستيتيو العموري الفولدير معناتها بالضبط بنفس الآليات اللي موجودة في أوروبا وفي المغرب إلى غير ذلك. يعني ما نجموش نقولوا راهو المهنة هذه تكونت تو، لا ما تكونتش تو، ما تكونت عندها مدة كبيرة برشا وتخدم بنفس الآليات، يعني آليات متطورة وعندها الكفاءات اللازمة. الجدل صار بعد الثورة، أنتم تقولوا تشكيك وبرشا عباد والصحافة يقولوا تشكيك، هو سي ليجيتيم يعني سورتو دون دومين بوليتيك، ولكن أكثر من جدل هو يعني أخذك علاش هكا، وهذا ماهوش خاص بتونس، راهو في البلدان المتقدمة اللي عندهم عرقة في الديمقراطية والديمقراطية متأصلة يعني وعندهم 50 سنة، وقت اللي تقرب الانتخابات ثم جدل وثم أرقام تتخالف وثم مكاتب تعطي يعني نسبة أعلى من نسبة أخرى حتى التوى موجودة حتى في فرنسا في البلدان الكل، يعني ماهيش حاجة اللي متاعنا احنا، راهي موجودة من قبل. هذا سي هشام تفضل. جمال تفضل. والله كان يحكي على فرنسا، الفضيحة معروفة عندها عامين توا التالي، فضيحة ساركوزي اللي شاري معهد نتاع صبر أراء، وتكشفت الفضيحة هذه وكانت معناتها ما زالت محل بحث إلى حد الآن، معناتها يستعمل بطريقة اكذب، طريقة جوبلز، اكذب 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 حتى يصدقوك الناس، معناتها ساركوزي. بالنسبة لأنها ماش مثل فرنسا ولا واحد، لكن نسب الأخطاء في فرنسا ماش نسب الأخطاء اللي شفناها مثلا سيجما كونسي الشهر اللي فات فيفري في جانفي تعطيني الجبهة الشعبية نسبة الشعبية متاحة 7%، بعد تهبط هبوط كامل 3%. علاش ما صار حتى شيء في شهر فيبري، ما صار حتى شيء في شهر جانفي، معناتها باش يخلي العباد تبدل آرائها. صحيح، معناتها هبوط معناتها حاد. بالنسبه لنسب الاخطاء موجوده، نسب الاخطاء يحدوها، يقول لك في اخر الاستطلاع يقول لك نسبه الخطا من 1-3%، والخطا الوحيد ربما صار في الواحد الامريكي، عملوا معهد زغبي تقريبا قبل 12 سنه فات طلع على 4 نقاط الخطا نتاعو هذاك اللي صار، لكن نسب الاخطاء ضيقه على الاخر. ثم عمليه صبر الاراء على المقاس، شكون يدفع لصبر الاراء؟ انا نعرف شهرين التالي فما معناتها حزب، مش باش نسميه لاني ما عنديش الادله الماديه، حزب طلب من هذايا معناتها مؤسسه نتاع استطلاعات الراي، اعطت نتيجه ما كانتش تعجبه، قال له ما تخرجهاش، ما خرجتش بالفعل، ما خرجتش. باش نوريك معناتها فما مانيبيلاسيون، قاعده فما مانيبيلاسيون. ما جاوبنيش، ما تنعرفش فما مانيبيلاسيون، معناتها ولاد الاعلام رانا ونعرف المانيبيلاسيون شنو معناها. يحكيوا على استطلاعات الراي في قبل الثوره وبعد الثوره، قبل الثوره مع استطلاعات الراي في المكتب استطلاعات الراي اعطانا البن علي هو الاكثر شعبيه في تونس. معناتها نحكيوا على قبل الثوره بعد الثوره ما تغير حد شيء، معناتها البزنس هو البزنس. المجموعه هذه فما مجموعه تعمل في عمليه استطلاع الراي داخله فيها البزنس، لمن يدفع
لمن يدفع أكثر، وفما أشياء تحت الطاولة فضايح مش ممكن نحكيه عليها، لكن توقفوا عن توجيه الرأي العام في تونس بطريقة اكذب 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 حتى يصدقوك الناس. هذه مسألة خطيرة برشا ويزمها تقف يضع لها حد، ويزم تم قانون يتعمل في تونس فيش تعمل عملية سبر الأرى. تم عملية سبر الأرى تعمل في الجراجات وتتعمل في القهاوي، واضح جمال، ماهيش معقوله ومش معقول. اخطر حاجه تعمل التونس تجوحهم تعمل لهم، لكن تلعب له بالعقل نتاعو، معناتها مانيبيولاسيون نتاع عقل ماهوش معقول. واضح جمال. على كل باش نرجعوا نحكيوا على انه القطاع هذا يشكو من اخلالات قانونيه، ما ثماش جدل اخر بربي حاجه بربي ما تفكر جميل. نحب نعرف شنو معناها تحط في عمليه صبر الاراء نتاع الشهر هذايا مهدي جمعه في الانتخابات الرئاسيه، مش مدخلوا مهدي جمعة في الانتخابات الرئاسية، وإلا هذه فما عملية تسويقية حاضرة معناتها قاعدة تصير، برنامج بعيد المدى كما صار برنامج قديم التالي تو نحكيو عليه في مناسبة أخرى، معناتها عملية التسويق. ماناش أغبياء وماناش خارجين معناتها في آخر مطرة جايين للساحة الإعلامية ونعرفوا ما يدور في الكواليس. واضح. قبل ما نجيك أيمن تفضل الكلمة سي نبيل. نحب نعرج على نقطة يعني قولوا يعني المال وال مكاتب استطلاعات الرأي المشرية ولا بربي ماذا بينا نتكلموا بحاجة واضحة، ما نبال با دون الفلو تبارك الله توا الإعلام والصحافة الاستقصائي. سمحني خليني كمل 7% يبت 3% توا الصحافة والصحافة الاستقصائية تبارك الله اوني كابابل دو ديتكتي دو ديجاجي تو لي بروبليم ولي مشاكل كنا خرجوهم عندكم تجيبوا يفو اتر بخيسي. احنا عندنا غرفة توا كوننا غرفة مهنية مكاتب استطلاعات الرأي، من أهم المشمولات نتاعها أول حاجة ساعة باش نحطوا شروط شكون ينتمي للغرفة هذه، شكون من استطاعات مؤهلة اللي عندها الآليات وعندها الكفاءات وعندها المنهجيات اللي تنجم تقوم بالخدمة هذه. ثانيا باش نعملوا بنظام ذاتي، يعني ديجا توا شهرين ثلاثة أشهر عملنا شوط كبير في المسألة هذه. ثانيا ساعة مازال ما كملتش توا تقول لي أنت إعلام ثم شكون استطلاعات للرأي كبير تقرير تعمل على ساركوزي فلو يا عائشة جمال. إذا كان تقولوا ثم مكاتب عندكم ما كنتش مليكة من عند شخصيات سياسية أو من عند أحزاب أو من عند لوبي ولا اللي تحب تقولوا أنت الفول بريزونتي. احنا اون سوغا لو بروميي معناتها ما نحبوا نعرفوا الشيء هذايا. جو في الفير انا قرا في اونكيت وجو في الفير اي با لزيد كذاك فيش نحبوا شنو احساس وما ادراك العبي ساركوزي عنده قضيه تو ولكن يعيشك اون بارل با دون لو فلو راهم ما يساعدش باش الامور تتحسن وباش نقدموا. واضح. نرجع لك بقى سي هشام سفيان، ولكن قبل هذايا ايمن زواغي يحضر معنا. علاش؟ تو سامبلومون لانه الحزب نتاعك وقت العريضه الشعبيه الاسم نتاعو تقريبا صبر الاراء كلها ما ذكرتكمش او حطتكم في اسفل الترتيب، مش موجودين بكل فما نهضه في مدينه تونس ولكن طلعت العريضه احنا برك الشعبيه. طبعا نرجع نعطيك الكلمه سي هشام. اي كيفاش عشتوا تجربه نتاع صبر الاراء بالنسبه للعريضه الشعبيه دونك طيار المحبه؟ شوف عندي شويه فقط حاجه نطمن بها الشعب التونسي، وانه ان شاء الله يعني مش تعدى في القانون الانتخابي التوجه العام موجود، وانه في مشروع القانون الانتخابي حطينا وانه يمنع كيف الدول معناها ديمقراطيه كيف في فرنسا في غيره يمنع منعا باتا نشر نتائج صبر الاراء خلال فتره الحمله الانتخابيه، يعني ال 20 يوم و 22 يوم يمنع نشر نتائج صبر اي نتيجه صبر اراء تمنع على وسائل الاعلام ان تنشرها، واحتياطا في الاحكام الانتقاليه قلنا الى حين يسني قانون ينظم المهنة هذه ولا يعني القطاع هذا فإنه يمنع نشر صبر الأراء خلال الفترة الانتخابية اللي هي 3 أشهر قبل الحملة، معناها في نهاية الأمر قبل التصويت تقريبا 3 أشهر و20 يوم ولا 22 يوم أضيف المشروع موجودة باش يتمنع نشر نتائج صبر الأراء. هذه احتياطا لأنه شفناها يعني هي عمليات توجيهية توجه في الرأي العام، ماهيش عمليات استقصائية حقيقية تعطي في شنو يحب الشعب التونسي. فقط نحب نتسائل قبل ما نرجع لتجربة العريضة الشعبية، نحب نتسائل على تمويل الشركات هذه، منين نجيب في التمويل متاعها؟ فقط هذه خاطر هي اسمها انتم تقولوا معاهد وغيره، هي اسمها شركات. الشركات هذه دفاع ديزاكسيونير منين نجيبوا في الفلوس وشنو المربوح نتاعها؟ شنو المربوح نتاعها كي تعطي الناس تخرج دي زيتيديون ولا كذا ويعطيوهم ورقات، تعرف يعطيو فيهم في 100 ورقه و200 ورقه يعمر يمشي يعمل 10 و20 ورقه وقدامي في يقعد في محطه نتاع كيران ولا غيره يعمر البقيه وحده. شنو الرقابه اللي تعملوا فيها؟ فرنسا
على الاقل باش واحد عملت قانون عدد 77808 المؤرخ في 19 جويلية 1977 عملت انشات بموجبه لجنه مستقله يعني هيئه مستقله لمراقبه هذه نتائج صبر الاراء وغيره باش تراقب الموضوعيه نتاعها وغيره وتتوظف يعني خطايا كبيره جدا توصل للملايين اليوروات باش يعني على الناس الاف اليوروات وملايين اليوروات على الشركات اللي تخالف الموضوعيه والمصداقيه وغيره. نتساءل فقط فينكم اذا كان تحكي لي على المصداقيه فينكم وقت اللي تيار العريضه الشعبيه اللي بعد اصبح حزب وتو تيار المحبه وقتها كنا احنا موجودين وموجودين ونجحنا في 27 دائره يعني تقريبا في كل دوائر في كل دوائر موجودين. وينكم انتوما اللي ما اعطيتوناش حتى مركز خذينا المركز الثاني في الاصوات لا لا ما اعطيتوناش سيجما مثلا سيجما خلينا نعطيك حاجه وقع لا مش موجود ماهوش موجود عايش بالنتائج ماهوش موجود شهر قبل ماهوش موجود كنا نقوموا في الفتره هذيك الليله سامحني الليله الانتخابات يعني ما كانش من المفروض باش نعطيو الليله الصمت الانتخابي سامحني الليله الصمت الانتخابي قال لك اللي ما شفناش العريضه الجايه بالله خلينا نكمل نتكلم على حاجه نكمل الليله الصمت شنو ما نعرفهاش ليله الصمت الانتخابي مش تعرف في روحي اكثر من روحي خلينا نكمل كاش خويا ليله الانتخابات مثلا نعطيك سيجما كونسي اللي هي اكثر واحده كانت مشهور ما حطتناش في الميات حزب في الميات الاولى الناجحين في الميات جينا الثانيين هذا يا ولادي يا شعب تونس افهموا راهم يغلطوا فيكم ما توجه ما يسالش خليني نتوجه للشعب التونسي راهم يغلطوا فيكم راهم يكذبوا عليكم راهم قاعدين هالشركات هذوما مصادر التمويل نتاعهم ماهيش واضحه طريقه تكوينهم ماهيش واضحه وما فماش قانون ينظمهم ولذلك اتقوا هذه الشبهات راهي شبهات كبيره وراهي تعمل في مغالطه كبيره للشعب التونسي هذايا هو يعني في فرنسا وقانون وغيره شفتوا ساركوزي ايش عمل توا في تونس شوف كيفاش صبر أرى إنسان ما قالك ما أعلنش على ترشحه في الرئاسة الجمهورية أنا أعطيك مثلا الدكتور محمد الهاشمي الحمدي رئيس تيار المحب أعلن أول من أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية واضح ما تحطيتوهوش في الوحدات في الورقات من 23 اكتوبر كيفاش كيفاش ما حطيناش في الورقات ماهوش موجود جيت قدام يا سؤال تلقائي وهذا قلنا نكملك عايشك انت قراوا سطلع الراي راهو يجيش راهو هكا راهو ماهوش موجود تلقائي من فضلك يا عايشك استجوابات ماهوش موجود اسمه مش موجود هل انك مش صوت له ولا لا كيفاش مش تعرف انت شكون معاه وشكون ضده هو مش موجود في الاستجوابات مثلا السيد فما السيد باش قاعد سبسي سي احمد جبشابي فما السيد مهدي جمعة ماهوش مطروح اصلا هو مش يفكر فيها وبالحوار الوطني ممنوع عليه اخلاقيا وحوار وطني وتوافق وطني وغيره انتم تحطوا فيه وتطرحوا فيه في اسمه مش من حقكم انكم تطرحوا اسم انسان مش يعني نهار اخر مش تطرحوا مش تطرحوا زين العابدين بن علي شي يحبوه نهار اخر مش تطرحوا سمحني نهار اخر مش تحطوا بورقيبه الله يرحم شكون يحبه باش نشوفوا الساتره شكون يحبه مش سبحان الله نعطيك فرصه تجاوب نبيل بان خلينا نوضحوا حاجه انت توا نايب تبارك الله واحد روق لي ندليو بالنتائج في اصلاحات الراي نشوف المؤسسات تروسي تقدم تعمل ندوات صحفيه احنا نعملوا ندوه صحفيه ونستدعوا الاعلام الكل سيجما عندها تبين النتائج نتاعها في الجريده كذلك وقلناه وكل مكتب يبينوا بطريقه واضحه راهو السؤال تلقائي رانا ما نقترحوا حتى اسم رانا ما نقترحوا حتى حزب وعيش كذا عامين احنا نقولوا في الشيء هذا انتم بتعاودوه حكايه العريضه ديما تجبدوها ايه لا انا بايت تري بريسي في العريضه ماهيش مشكله راه كيفاش؟ ايه في قبل انتخابات 23 اكتوبر ما كناش بريسي 100% ايه يعني 500 الف صوت تجي الجنه الثانيه ساعه ما نحكيش على هكا لا مش شيء ساعه جت الثانيه اي سنه ساعه احنا شهر قبل الانتخابات شكون قال لك ما شفناهاش احنا؟ ثلاثة مكاتب اللي قوموا باستطلاعات شافوها العريضة ولكن ما كانش من المفروض كانش من وين ما نجموا ندليو بالنتائج نتاعها الكلنا شفناها جاية العريضة وشفنا يعني كيفاش حزب يعني المؤتمر طالع من شيرته وحسب يعني البي دي بي هابط كيف هذوما يعني الاتجاهات الكل شفناها ولكن ما كانش ما كناش نجمو ندليو بالارقام لان كانت ممنوعه الادلاء باستطلاعات الراي الشهر قبل قلت لك ليله الانتخابات سيجما قالت مش موجودين
شهر ونص يعني في 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 في, في نشرة الأنباء متاع نسمة يوم 30 سبتمبر كنا أدلينا ب 39 متاع النهضة. اللي انتم تو كلكم تقولوا حتى حد ما قال النهضة باش تجيب 39 في نشرة الأخبار وموثق هذا متاع نسمة يوم 30 سبتمبر وسياسين هو اللي أعطى الأخبار هذه 39% أعطيناه النتيجة هذه. دونك يعيشك ما تقولوش هكايا صحيح وما كناش دقيقين برشا في الواحد واثنين في المئة سي با لا فان دي موند. أول تجربة تقوموا بها تاع استطلاعات الرأي هذه أول تجربة ما عندناش حتى قاعدة نتاع بيانات نقوموا بها سي توتا في لوجيك راه سي نورمال. راجعين كل شيء التمويل راجعين بالنسبه للمكتب نتاعنا احنا تفضل بالنسبه للمكتب نتاعنا والتمويل الذاتي المكتب نتاعنا موجود في ثلاثه بلدان في شمال افريقيا الكل عندنا 15 سنه نخدمه في كل القطاعات يعني وقت اللي نقولوا المساهمه نتاع المكتب نتاعنا باش ندليو المواطن ونعطيوه كيفاش الاتجاهات السياسيه شنو القوى السياسيه اللي موجوده في البلاد اكفرنا ايه كيفاش حالين علاش اليوم تم اطباء قاعدين اليوم تدفعوا وما ندخلوش كيفاش اليوم تم اطباء ومنسين يخلي 30% من وقته قاعدين تدفعوا وتخلصوا في الولاد اللي تخرجوا فيهم من بعد كيفاش ترجعوا في الفلوس فاهمها لي وكا هو شنو اللي فاهم منين تجيبوا مداخيلكم انتم باش نجموا تنشطوا على الميدان وتخرجوا العباد وتخلصوهم منين تجيبوا فيهم تمويل ذاتي قلت لك تمويل ذاتي من الله هكاك معناها انتم تحبوا ايه كيفاش عايشين اخي انت ماك تصرف توفى 15 سنه ما تجيب فلوسك منين تجيب فيها الفلوس اللي تبغى فيك نفس السؤال المداخيل نتاعكم منين تجي قلت لك تمويل ذاتي يعني الميزانيه نتاع الشركه نتاعنا فيها حده مصاريف بطبيعه كيما واحد عنده ميزانيه شهر ثم شركات حرة وخاصة عندها ميزانية معينة تحطها في الإشهار جواب ما يظهرش برشا يعني لا لا علاش ما يظهرش علاش تمويل ذاتي علاش هو تمويل ذاتي أنا شوف إيش نقول لك لا مسألة تمويل مسألة مغلوطة لأنهم هذم شركات صحيح أما يخدموا أذايا لصبر الآراء السياسي ولا متاع الانتماد سا ريبريزونت 15-20% دو لور أكتيفيتي 80% عندهم صبغة اقتصادية في التسويق وكذا وفما شركات تخلصهم باش يعملوا صبر آراء في مواضيع أخرى هما يعملوا معناها دي سونداج كاركتير بوليتيك بور لامباكت باش يظهروا هما اللي هي عملية إشهارية لمعهد صبر الآراء أكثر منها أي شيء آخر دونك المسألة متاع الفلوس هذايا معنا إذا فما حد باش يتحاسب باش يتحاسب ال 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 معناها بجاه ربي في الفلوس ماذا بينا الأحزاب السياسية تكون أوضح شوية في الفلوس مش الشركات الواحدة إن هذا الواحد أنا شو نقول قول أنه برغم مشاكل متاع صبر الآراء في تونس كما يقولوا الفرنسيس يفو با جوتي لو بيبي افيك لو دو بان ان مش على خاطر عندنا مشاكل في صبر الآراء اللي باش نحيوهم الكل والقرار نتاعكم الأساتذة نتاع المجلس التأسيسي نتاع انه 3 شهور صبر الآراء ماهيش موجودة معناها تحبوا تعيشوا التوانسة في الظلام لمدة 3 شهور وهذا ما عندكمش حق فيه معناها صبر الآراء تعطينا ديزانديكاسيون وتحبوا ولا تكرهوا في تونس كما في أي بلاد أخرى في العالم نتائج صبر الآراء متطابقة في توجهاتها مع الواقع نتاع البلاد مت ال هذا شعطات انا كنا نحكي لك على تجارب سيسوية. مش صحيح على خاطر هذايا اللي تحبوا تقولوه اما اذا نرجع هذايا واقع سي سفيان يعني كنا ثانيين ما طلعناش في حتى واحد اجا تسمعني سوغوندا تو تظهر تو نقول لك صحيح كما قال لك النسبه الحقيقيه نتاع حركه النهضه في الانتخابات التشريعية متاع 23 أكتوبر 2011 اتقالت قبل بشهر معهد إنجليزي عطاها سنين معهد إنجليزي عطاها اللي نعرفه أنا لأني كان عندي اطلاع على نتائج صبر آراء سرية هو أنه العريضة موجودة وفي المرتبة الثانية وأنه الجمهوري بي دي بي كذا
ماهوش باش يكون موجود تقريبا. هذا نعرفوه. فماذا تبقى انه لانه ما حبيناش التوانسة يكونوا على الطلاع، لانه خلينا من مصلحه بعض الاطراف انه تصير كلوباسيتي هذيك، سكتنا باش على الموضوع. باش من بعد يتم اسقاط القوائم نتاع العريضه. ان شي يهمني فيكم في السياسه كيفاش شي يهمني المشكل هذاك الكلام غير قلته. السياسه ما السياسه ما بيناتش يعني امور سريه بس خدمت لنا الخدمه باش يحصلوا القوائم. ربي سامحني فسرني سفيان كيفاش حزب في شهر جانتي عنده 7% في شهر فبراير 3%. شريهم داوي الشعب التونسي. انا شريهم عنده شريهم معهد صبر الاراء هذا. وهذه مشكله. برافو. وهذه مشكله اخرى. هذه مشكله اخرى مش معناها يلزمنا نكونوا ضد صبر الاراء. لا اجا نناقشوا المشاكل نتاع صبر الاراء. شو واصلوا نناقشوا مشاكل نتاع صبر الاراء مباشره بعد الفصل. نجيك سي هشام نمشيو مع فاصل بعد ما نواصلوا حديثنا.